طيب يا دكتور، بالنسبة لرياضة كمال الأجسام، أنت عارف إنه في ناس بتاخد بروتينات، دي بروتينات صحية ولا مش صحية؟ إيه أي نوع بروتينات بياخدوا؟ والله ما أعرفش يعني بالضبط إيه، ولا بس بص، أنا ممكن يعني البروتينات أسأل بشكل عليها. عام من اسمها بروتينات، يعني اكل بتاعنا ما فيهاش مشكلة البروتينات، لكن المشكلة ان هي يبقى حاجة غير، يعني غير موصى بيها، من يعني غير مش تحت الاشراف وزارة الصحة، فتلقائيا يبقى فيها لعب وتبقى مغشوشة وممكن تأثر على صحتنا. لكن ممكن تاخد اي بروتينات عادي موجودة في الصيدلية ما دامت مكتوبة من تحت اشراف طبي، يعني عادي البروتينات ما فيش اي مشكلة فيها كمكمل خلاص، غذائي. هي من تحت اشراف الصيدلية عندنا في تركيا، انا مقيم في تركيا، انا مقيم ايضا في بيبيعوها تركيا في الصيدلية. بالمناسبة. موجود عندنا دكتور؟ فين؟ موجود في سكاريا، فين مقيم؟ في سكاريا. في سكاريا. انا في اسطنبول في منطقة ايوب سلطان. ما شاء الله، ربنا لو حبيت يحفظك يا رب. الله يحفظك يا دكتور، الله يحفظك، الله والله يبارك فيك، انت معلومات راجل قيمة. محترم، وانا على وانا فكره طبعا متابع من اجل ان الناس الطيبين طبعا محتاجين ان طبعا نشوفهم. طبعا طبعا لازم اعمل لك متابعة، لاني انا داخل هنا مش عاوز غير اني اتعرف على الناس الطيبة. اهلا وسهلا يا دكتور، انا هعمل جولة كده.